زي ما قلنا بقى المساله دي، الناس اللي جايبه من 10 ل 20 يقفوا هيقول هيلاقوا 5، الناس اللي مصر هيسال، الناس اللي جايبه من 20 ل 30 يقفوا هيلاقي 15، الناس اللي جايبين من 30 لحد قبل ال 40 يقفوا هيلاقي 20. لكن لو المستر سال سؤال صريح قال الناس اللي جايبه اقل من 40 في الفصل يقفوا، الناس دي كلها هتقف، اللي جايب من 30 ل 40 هيقف، واللي جايب من 20 ل 30 هيقف. فمعنى كده ان اللي جايبين less than 40 الناس دي كلها، ال 5 وال 15 وال 20 كل الناس دي يعني كام؟ 40 students. بس دي بمنتهى البساطه. طيب في مسألة تانية بيقول لي the height of a fence of a villa is designed as 5 centimeter. its real height is a 6. يعني هو طبعا دي المسألة دي بتاعت ماب تورين، بيقول لي ان هم صمموا السور على طول. المسألة دي ماب تورين او دروين تورين على طول. الماب كام 5 سنتيمتر؟ ده في الرسمة طول السور 5 سنتيمتر، في الحقيقة طوله 6 متر. طبعا ما يصحش كل ده سنتيمتر وده متر، نحاول ده على طول نعمله تايمز 100، يبقى كده ده بقى 5 سنتيمتر وده تحول بقى 600 سنتيمتر. اوكي اقوم عامل ده ديفايد ده بالكالكوليتر، اعمل 5 ديفايد 600 الاقيهم طالع لي كام؟ 1 اوفر 120. بس هو ده اللي انا عارفه، انا كاتب له 1 تو 120، هو ده الدرون سكيل اللي هو ده، هو ده الدرون سكيل اللي هو ده. طيب اللي بعديها بقى المساله، في مساله كده ممكن تتعمل بالكالكوليتر اللي هي بيقول لي 5 3 اوفر 5 بلس 5 اند هاف، دي سهله ما فيهاش حاجه اهو. بيقول لي في مسألة بيقول لي 3 اوفر 4 بلس 5 اند هاف ايكوال 7 ماينس كام؟ دي سهلة، انا هحسب دول بالكالكوليتر خلاص، هيطلع لي مثلا هي دي هتطلع 5.5 ودي 0.75، هتطلع 5 هتطلع كده. بيقول لي عبارة عن 7 ماينس كام؟ نعمل ال 7 ماينس الرقم ده، لو عملت 7 ماينس الرقم ده هيديني 0.75 وخلاص على كده. الحمد لله. بعدين المسألة بتاعت أكار كونسيومز 20 لتر دي سهلة، بيقول لي هات الريت اوف كونسامشن اوف أكار، هو بيقول لي 20 لتر 250 كيلو متر. طيب أنا ممكن أقوم عامل 20 لتر جايب 20 لتر عشان تمشي بيهم 250، فأنا هعمل ال 20 هو المفروض ان انا اعملها كده يعني ليه كونسامشن، يعني معناها هو ال 20 لتر بيستغلهم في ان يمشي مسافه كام؟ ديستانس 750 كيلو متر. المفروض ان انا الكونسامشن اشوف ايه؟ ال 1 لتر بيمشي لهم قد ايه؟ تمام؟ او معدل استهلاكه، يعني ممكن نشوف ايه؟ ال 1 كيلو متر بياخد له ليترز قد ايه. المهم ان انا لما اكتب يعني اللي اعملها كده صح اللي اعملها كده صح، المهم ان انا هعمل يعمل ده ديفايد ده يا ده ديفايد ده. بس اخد بالي لو انا عملت ال 750 هي ده ديفايد 20 هتطلع الاجابه كام؟ 37.5. لازم اكتب له كده انا عملت كيلومتر بير ليتر، يعني معناها هو هيستهلك 37.5 كيلومتر لكل ايه؟ لكل 1 ليتر. يا اما في ناس ممكن يعمل دي اللي ديفايد دي، مش غلط برضه مش غلط، يعني عمل دي 20 اوفر 750 ما بيتحسبش غلط في الامتحان برضه. ليه بقى؟ لان ده هيتعملها هتطلع له كام؟ هتطلع له ده 2 ده هيبقى 1 37.5، يعني هيطلع له 10 اوفر كده 375 تقريبا، الكالكوليتور هيبقى ده 2 وده هيبقى ايه 7 اند كده اب 2، يعني هتطلع كده لو هتطلعها كده مثلا. بس يكتب يا اهم حاجه ايه؟ ليتر بير كيلومتر، يعني معناه هو بيستغل الكميه دي لترات لكل ايه؟ لكل 1 كيلومتر. بس الافضل الافضل ان انا اعمل له الاولانيه تمام، بس اللي يعمل دي صح واللي يعمل دي صح، اهم حاجه بس يكتب اليونت بتاعته صح، اليونت بتاعته صح.